دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. مثل ما شايفين اليوم مبتسمين شوي، نواره مبتسمه وحرف الان هون مثل ما شايفين، حتى تعرفوا نواره في القلب. اشتري التيشيرتات عليها حرف اسمه. اول شغله حبايبي، حابب اتشكر كل انسان علق لي تعليق حلو على اخر فيديوهات نزلناهم. مثل ما بتعرفوا شفتوا شو كان صاير عنا، كان عندنا شوية مشاكل هي، بس الحمد لله بفضل سبحان الله وتعالى وفضل نوارة، هي اللي بصراحة هي اللي طلعتني من هالحالة بصراحة يعني. وفضلكم انتو كمان، فضل تعليقاتكم والله العظيم، يعني دعواتكم هي عم تنزل علي يعني مثل شو بيقولوا، مثل العسل والله، مثل البلسم على قولة نوارة. جد شكرا كثير لكم، وشكرا لوقوفكم جنبي وجنب نوارة. يعني صحيح انتو بعاد علينا عم تعلقوا بس تعليقات، بس والله العظيم انتو يعني قريبين جدا على القلب والله. تعاليق اللي كتطلع من القلب كتوصل من القلب، يعني انسان هذا كيكتب شي تعليق يقول كيكون طالع من قلبه، وديك الدعوه الصادقه كتكون طالع من القلب كتوصل ديريكت للقلب. والله العظيم كما كنقول نعاود دائما كلمه شكر قليله في حقكم. جد شكرا كثير لكم حبايبي، والله يرزقكم يا رب ويرزقنا معاكم بالذريه الصالحه يا رب. كتعرفوا حبايبي يعني غبنا على القناه، يمكن دابا شي ما عرفتش شحال شي ايام غبنا على القناه، ما صورنا والو ما حطينا والو، كنا قلنا نجلسوا شويه مع راسنا حيت مهنا حتى هو باقي ما خرجش من يعني ما خرجش 100% من ديك الصدمه، مازال كان ما قادرش يبدا يصور، ما قادرش يدير دار، ما قادرش بزاف الحوايج. يلا بقينا مرتاحين مع راسنا، ومني هو حيت الانسان ما يمكنش تقول لي انا بغيت نصور فيديو تضغط عليه، هو ما قادرش يهضر ما قادرش يعطي، حبيت شوي يعني خلي على راحتك. قلت يلا حتى يكون صافي، جاتك باش انك كيف كيقولوا لي المهم دخل لي الشقيق الغربي غروي في الشرق يا بعض، المهم كي خليه يرتاح مع راسك، كي يرتاح مع راسك حتى تكون مستعد وباغي نصور انا وياك فيديو، وان شاء الله نصوروا فيديو باش يكون الفيديو. اخذ كم يوم هيك ريلاكس شوي، هيك انسى شوي التصوير والهي يعني، باش الانسان اللي كيكون مرتاح في التصوير الفيديو كيطلع من القلب وكيوصل للقلب. هي هو هذا الانسان عمرك، انا شوف النهار اللي يكون ماشي هي هذيك ما كنبغيش انا نصور. المهم هذا هو سبب الغياب ديالنا. واليوم فرح عنا انه نواره طبعا بعد مثل ما بيقولوا ما في ضيق الا بعد فرج، الحمد لله رب العالمين. فرح اليوم حبايبي جد كثير مبسوطين، مثل ما بتعرفوا قبل الحظر عنا هون بدوله الامارات كان الساعة 10 بالليل وخلص حظر لين الساعة 6 الصبح، يعني ما تقدر تطلع ما تقدر تجي، حتى لو واحد طلع قبل الساعة 10 يعني واحد كان بده يطلع يجيب اغراض، بده يطلع مكان، بده هي يعني بتحس بالزربه بالسرعه على السريع، يلا جيبي قبل ما التزام قبل ما يرن جرس الانذار هذا الحظر. كنا هيك على طول مستعجلين وهي، بس اليوم الحمد لله رب العالمين. وجد شكرا كثير لدوله الامارات على هالمجهود هذا اللي عملوا، على هالتعقيمات اللي سووها، جد شكرا كثير لدوله الامارات. مثل ما بتعرفوا خلص طلع قرار انه فكوا الحظر، الحمد لله رب العالمين، صار في واحد يطلع يروح يجي امتى من كان. مثل ما بتعرفوا نحن نواره اكثر الاحيان بنطلع اخر الليل تقريبا، بحب اطلع انا اخر الليل ما في حدا بهي. شوف ما الانسان اللي كيعرف راسه ملتزم وصافي كيحس بالقيود، ولو انا مع ولو انا ما بغاش نطلع انا من 10 الليل، انا كندخل يمكن كنت في الايام العاديه ندخل مع 7 ندخل مع 8، شي انسان كان كيدخل مع 7 و 8، ولكن ملي كيحس حاله مقيد بيقول لك بحال الانسان كيقول لي انت ممنوع انك تدخل تخرج معي 10 الليل، كيحس بواحد القيود. والحمد لله دابا مني صافي حيدوا الحظر صار بينا نطلع حريه، رجعت حريه الحمد لله. قال لك من بعد الضيق كيجي الفرج، والحمد لله في كل امور انسان في كل الامور ديال الدنيا كيكون ضيق 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 وكيبدا يجي الفرج من بعد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس صحيح هلا فكوا الحظر، بس بعده يعني بعده المرض يعني انه ما اختفى على الاخير، بس الحمد لله ان شاء الله من هون لقدام ان شاء الله ما بيضل ولا حال يا رب بجميع الدول مو بس هون يعني. بس مع التزام يعني ضروري تبقى ملتزم كيف ما كنت يعني، الحظر تحيد ولكن راه المرض يطلع بكمامه تعقيمات بعدها مثل ما هي يعني اهم حاجه هيك فرحوا الناس وفكوا هالحظر هذا، صار واحد يطلع ويجي على راحته يعني ما لك مقيد بشيء، الحمد لله. وان شاء الله بفكوا الحظر بجميع الدول يا رب ونخلص من هالمرض هذا
من جد الناس تعبت من جلسة في البيت، وصراحة مثل ما بتعرفوا انتوا واحد يكون مقيد صعبة جدا. مهم الحمد لله رب العالمين، وشكرا كمان دولة الإمارات جد، لأنه جد عم تبذل مجهود كتير يعني عشان تخلص من هالمرض هذا. الحمد لله رب العالمين. وأنا بغيت نشكر القنوات كلهم، القنوات اللي هدروا علينا ونصحونا بزاف الأشياء وبزاف الناس، يعني بغيت نشكرهم واحد واحد. ما عرفش أنا شحال ديال الناس كانوا، كل مرة كنلقى كنصادف بالصدفة قناة من هنا. أنا بغيت نشكركم وحدة وحدة، واحد واحد. شكرا شكرا على الـ 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 على المعلومات اللي عطيتونا، حيت بزاف الناس قال لكم يعني ما تفقدوش أمان، كاين العلاج وكاين العلاج. بزاف الناس كيصيفطوا لنا على الانستغرام، شكرا شكرا لكم واحد واحد على المساندة ديالكم. وبنادم كيبان في وقت الضيق، انسان بيعلق بيقول لك مثلا، شفت كثير انا تعليقات مثلا بيقول لك كاين العلاج فيه هيك. سبحان الله انا برتاح نفسيا من هالتعليقات، بحس انه يعني لسه بعد في امل يعني الحمد لله. وطبعا في كمان حكت امي معانا، قالت لنا اذا المصاريف كثير يعني في الامارات هنيك للعلاج والامور هي، ممكن مصاريف كثيره يعني، انه ليش ما تنزلوا لهون على تركيا وتكملوا العلاج وتكملوا هي. بس مثل ما بتعرفوا انتم بعد مسكرين، صحيح فتحوا الحظر هون بس بعدنا لسه المطارات ما فتحوا يعني. وانا مثل ما بتعرفوا عندي اقامه يعني في تركيا، يعني فيني انزل، بس مشكلة ما في طيران في الامارات، ما في طيران على تركيا. وحتى في ناس كثير بعثوا لنا انه فرنسا، في ناس ما ادري وين بيقولوا لنا تعالوا عنا كملوا العلاج، سووا اي شيء. حتى في المغرب كمان تعالوا عنا كملوا العلاج في المغرب، بس مثل ما بتعرفوا انتم انا مقدم فيزا على المغرب وبتعرفوا اجى المرض هذا ووقف كل شيء يعني. هو كيتمنى يدخل المغرب، الناس كيقولوا تعالوا خلي يكمل، راه كاين القلب في المغرب، كاين العلاج في المغرب. اتمنى مش عشان والله بس عشان العلاج، اتمنى اني ازور المغرب. اوكي، هو كما قلت لكم كيتمنى يدخل المغرب، ولكن هو مش حاله اللي دافع وما في دافع في السفاره، وما باقي ما جاناش الرد. ويا ريت يا ريت يدخلوا المغرب. انا كنت اول حاجه كنفكر اننا لو بغينا نديروا شي عمليه كنت نفكر نديرها في المغرب، ولكن من بعد ما سمعت بان يعني مازال ما مسموحش لهم الفيزا وكذا، تراجعت اللور وقلت ليه قدم الفيزا على الله. وهو كيتمنى يدخل المغرب اليوم قبل غدا، قال لي ندخلوا المغرب ماشي مشكل، نبقاو شهر شهرين ثلاث شهور ماشي مشكل. كتعرفوا المغرب عاوتاني حتى هو راه اجواء ديالو خاصه، في كثير ناس يعني نصحونا باطباء في المغرب، هي انه في اطباء شاطرين كثير بهالمواضيع هاي. ان شاء الله من هون لقدام انه يعطونا الفيزا وانزل على المغرب صراحه، او يفتحوا الطيران كمان على تركيا، او يعني اني انزل على تركيا كمان وشوف شو العلاج شو الهي حتى نديره. ورجعت للضحكه المهند، الحمد لله هذا الشيء اللي بغيناه. انسان كيجلس شويه واحد الفتره مع راسه ضروري واحد الفتره كيكون جالس، والحمد لله مع الايام الانسان كيبدا يتعود على بزاف الاشياء. هي في الاول كيقول لك الصعيبه الاولى. المهم كتعرفوا هو اصلا ما مشاش الخدمه، جلس واحد خمس ايام، ودابا عري على دريعاتك نوض كاع تخدم ولا فهو الخدمه عرفتي اللي كيقول لك الخدمه راها كاين اللي الانسان كيقول امتى غنشد الكونجي باش نجلس. والله حتى الخدمه كتكلف بزاف اشياء، نهار اللي كتمشي تخدم كتلاقى مع ناس جداد، كتشوف وجوه جديده، كتلف هذاك الروتين ديال الدار كتكسرو كتجي. وكعاوتاني ثاني يوم ثاني يوم، نهار اللي كيجلس الانسان في الدار راه الجلسه ديال الدار صعيبه. اكيد والله الا الجلسه ديال الدار صعيبه، كاين اللي كيقول خصوصا للراجل. انا بصراحه واحد ما بحب اجلس في البيت على طول يعني، بحب اني اطلع. بس صار لي تقريبا خمس ايام ما نزلت، ما رحت الصالون ما اشتغلت، وصراحه حسيت بالراحه النفسيه اني ارتحت خلاص قلت اوكي. هو حس بالراحه النفسيه لانه اربع ايام ولا خمس ايام، ولكن ضرب واحد الشهر وانت جالس في الدار ما تقدرش واحد الشهر جالس في الدار ولا شهرين، راه كتحس بحال ماشي هو هذاك اللي مولف يخدم ويتحرك. بس بعد المفاجاه اللي درتيها وهي بصراحه خلص يعني ما في مفاجأة؟ ليش ما فيش مفاجآت؟ ها؟ علاش ما فيش مفاجآت؟ ما في مفاجآت؟ الحياة كتكون زوينة ملي كتكون كتكتشف فيها شي حاجة زوينة. لا بس يعني مرة آخر مفاجأة درتيها يعني كانت هيك حلوة. إيوا صافي نتسناو شي مفاجأة منك أنت. مني أنا؟ إيه.
مفاجأة. المهم كما قلت لكم حبايبي، انا جالسة في الدار، كنت انا في الاول قبل الزواج كنخدم، وما تزوجت راني جلست في الدار ما بقيت خدمت لا والو. والمهم انا متعودت نجلس، يعني هذيك الجلسه بديت نتعود عليها شويه 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 شويه، كتشوفني ما كنخرجش بزاف، لكن ان شاء الله من القدام هنخرج بعد ما شيروا الحظر نخرجوا ندخلوا شويه. او حبايبي ما بغيناش نطول عليكم بزاف اكثر من هكا، غير هذا الفيديو ديال اليوم حبينا نبشركم معنا بان الحظر تحيد مع عندنا، والحمد لله رجعت الحيويه والحماس اننا نخرجوا اي وقت وندخلوا اي وقت بغينا. وما هنا حتى هو بدا يطلع من هذيك الكآبة اللي كان عايشها. وانا ناري الناس ظلموني بعدا، كي بزاف التعليقات كنلقى ظالميني كيقول لك نوره فرحت ولا اش قال لي نهار اللي لقات مهند منه العيب. لا بالعكس، علاش غنفرح انا ونلقى راجلي فيه العيب ونفرح؟ ما يمكنش، راه راجلي وانا واحد، يعني لا كان فيه العيب انا راه هو غيتقلق واخا كيبغي يضحك وما يبينش باش تلف ليا انا داك الكآبة اللي فيا، وانا كنبغي نتلفو. ما يمكنش انا غنفرح حيت انا وياه، هو كيبغي اي واحد تزوج راه يبغي يشوف وليداتو يلعبوا قدامه في رمضان مجموعين على طاوله واحده، في الاعياد مجموعين، نهار العيد الكبير الصغير كتعرفوا ديك اللمه ديال العائله. ما يمكنش انني غنضحك نقول واو طلع من المشكل وانا ما منيش، ولا هو يبدا يضحك معاه. لا بالعكس، لا بالعكس، انا الله اللي عالم في القلب، كشي في القلب الله اللي عالم. مهم حبايبي، جينا معكم لنهايه الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسناونا في فيديو قادم باذن الله. واخر كلمه مثل ما قبل ما تسلمي عليهم، هي قدام الكاميرا بقول لك هاتي ايديك، احنا راح نضل ايد بايد شو ما صار، اولاد وبلا اولاد وبلا اي شيء، احنا راح نضل ايد بايد وان شاء الله تكون ايامنا فرح كلها. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله حاسه انه ما يخيبناش ان شاء الله. انا عندي احساس والله العظيم انه حتولد ان شاء الله، إن شاء الله يا رب. ما بدي هلا احكي بهالسيره هي. المهم ومهما تسدوا لنا البيبان، مهما جرينا وتسدوا لنا البيبان، انا حاسه وعندي احساس الحمد لله بان الله سبحانه وتعالى ما يخيبنيش، ورغم الجرى اللي جرينا والاطباء اللي سدوها في وجهنا، حاسه بان ان شاء الله فيه الخير والحمد لله. الحمد لله على كل خير الحمد لله. المهم حبايبي هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يكون خفيف وظريف على القلب. تعودت احكي انا مثل بهدرة نوارة ان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف على القلب كيف العادة حبايبي. واذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك للفيديو بمناسبة هالفرحة هاي، و استنونا ان شاء الله نرجع معكم فيديوهات جديدة ان شاء الله، واستنونا ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. مع السلامة.